وصل ابننا خالد من المدرسة يا أبا خالد. لا تقولي له أننا عرفنا النتيجة من على النت. أمي، أين أبي؟ خيرا يا خالد. النتيجة ظهرت، ابنك الأول على الصف. ما شاء الله ما شاء الله. أبي، لقد وعدتني. وعدتك؟ وعدتك بماذا؟ ذكرني. أبي، الدراجة، دراجة السباق. أنا وعدتك بدراجة؟ نعم، بشرط أن أتفوق في دراستي. أمي. حسنا، أخبرني يا بني، ألم ترى شيئا غريبا في الحديقة؟ أبي. نعم يا بني. شكرا شكرا، الآن سأفوز في السباق. قل إن شاء الله يا خالد. ولا تنسى الخوذة يا خالد. طبعا طبعا يا أبي، إنها مقاسي تماما. شكرا شكرا. أبي، اسمح لي أن أذهب لأجرب الدراجة. حسنا، لكن لا تخرج عن ممر الدراجات ولا تتأخر يا بني. حاضر يا أمي. حاضر يا أبي. السباق يوم الاثنين القادم، سأسبق الجميع وأحصل على الميدالية الذهبية. ما هذا؟ إنها كرة بدر ذهبية. خالد، أنت الذي أصابته الكرة؟ تضحك يا بدر، تضحك؟ مع من تلعب اليوم؟ أولاً هاتي يدك. سلامات يا صديقي، هؤلاء أصدقاء تعرفت عليهم هنا. دراجتك الجديدة جميلة ما شاء الله. إنها أسرع دراجة في العالم. تعال تعال وسترى. والمباراة يا خالد، الأصدقاء ينتظروني. لفة واحدة، لفة واحدة يا بدر، ثم عد إليهم. حاضر يا خالد، سأعطيهم الكرة ليكملوا المباراة حتى أعود. من فضلكم أكملوا المباراة وسأعود فورا، وأرجوكم أرجوكم حافظوا على كرتي الذهبية. لها كشاف قوي للقيادة الليلية. اسمع وجرس. خالد، انظر يا خالد، هناك عند الباب. انظر، هذا الولد أخذ كرتي الذهبية. الحق به يا خالد، أسرع. فورا. لا لا لا، ارجع يا ولد، ارجع يا ولد، ارجع يا ولد. إنه يأخذ كرتي. دق الجرس، شغل الكشاف. لن يسمع الجرس ولن يرى الكشاف. تمسك يا بدر، سندخل طريق المزدوج. زد من سرعتك وتجاوز هذه السيارة. لا أستطيع الآن، انظر إلى العلامة المرورية. خالد، هذه علامة مرورية، لا أفهم معناها. معناها ممنوع تجاوز السيارة التي أمامك. وماذا نفعل الآن؟ انتظر حتى نصل إلى الطريق العام. خالد، إنها تبتعد، زادت سرعتها. انظر يا خالد، ستصعد السيارة الجسر. سنلحق به سنلحق به. بسم الله. ما هذا؟ الدراجة تتوقف فورا، الدراجة تتوقف فورا. خالد، ماذا نفعل الآن؟ يجب أن نتوقف فورا. ما هذا؟
ما هذا؟ المكابح لا تعمل. الدراجة تتوقف فورا. الدراجة تتوقف فورا. المكابح لا تعمل. تمسك جيدا، لا تخف، اطمئن. على جميع السيارات أن تخرج من الحارة اليمنى. على جميع السيارات أن تخرج من الحارة اليمنى. على جميع السيارات أن تخرج من الحارة اليمنى. ماذا نفعل الآن يا خالد؟ لا أعرف، لا أعرف. على السيارات أن تتوقف. على السيارات أن تتوقف. عجيب أمركما، تطاردان لص الكرة وما وظيفتي أنا؟ هذا عمل الشرطي يا أبنائي. لا لا، الحمد لله الأولاد بخير، طمئن الأهل. نعم نعم، سنكون عندكم بعد قليل. بدر، انظر يا بدر، الكرة الذهبية. كرتي الذهبية. بدر، انظر يا بدر، الكرة الذهبية. ظلمناك، سامحنا، كان يجب أن نتأكد أولا. أنا اسمي بازل. وأنا اسمي خالد. وأنا اسمي بدر. لقد سمحت لك يا خالد بتجربة الدراجة، لكن في ممر الدراجات فقط. أنا آسف يا أبي، سامحني، هذه الغلطة لن تتكرر أبدا، أعدك. هذا الطريق طريقنا، ونحبه من قلبنا. هذا الطريق طريقنا، ونحبه من قلبنا. كنا صغارا أو كبارا، كنا صغارا أو كبارا، فلنحترمه جميعنا، فلنحترمه جميعنا. هذه إشارات المرور جميلة ألوانها، هذه إشارات المرور جميلة ألوانها. أحمر، قف. أصفر، استعد. أحمر، قف. أصفر، استعد. أخضر، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا. هذا الطريق طريقنا، ونحبه من قلبنا. هذا الطريق طريقنا. هذا حزام للأمان وجوده لأماننا، هذا حزام للأمان وجوده لأماننا. يا بابا لا تسرع، فوجودك معنا ممتع. يا بابا لا تسرع، فوجودك معنا ممتع، ونحبك من قلبنا، من قلبنا، من قلبنا، من قلبنا. هذا الطريق طريقنا، ونحبه من قلبنا. هذا الطريق طريقنا، ونحبه من قلبنا. كنا صغارا أو كبارا، كنا صغارا أو كبارا، فلنحترمه جميعنا، فلنحترمه جميعنا.